زي ما قلنا لحضراتكم كتير جدا. قلنا لكم يا جماعه غلاء البنزين، زي واحد طالع اهبل برضه من الحكومه بتاعت عبد الفتاح السيسي يقول لك ايه، ما يا الناس الغلابه، ده فيفا عبده تقريبا اللي قالك كده، تقول لك يا الناس الغلابه اصلا ما عندهاش عربيات فيضروا من البنزين في ايه؟ يا متخلفه الناس اللي هتضر، يا ام مثاليه، انت الام المثاليه بتاعت مصر. الناس هتضر في ان المواطن اللي ما عندوش عربيه ده هيروح يركب ميكروباص، وسواق الميكروباص هيعلي عليه الاجره عشان السولار اللي بيحطه في الميكروباص علي، وسواق التاكسي هيعلي، والقطر هيغلى، وكل حاجه هتغلى، والراجل اللي بينقل الخضار عشان الست تروح تاخده تقعد بيه في السوق تبيعه هيغلي عليها برضه الشيله، لان هو برضه بيحط سولار وبيحط بنزين.